عند 6:30 صباح الاثنين بدأ الاعتصام التحذيري لأصحاب الشاحنات، ومعه بدأت زحمة السير الخانقة التي علق بها المواطنون في عدد من المناطق. في الأوزاع وفي الدورة بدأ المشهد واحدا، شاحنات مركونة على جانب الطرقات وأصحابها يطالبون بتغيير وقت سير الشاحنات. تفاجأنا بقرارات تانية، بدل من 6:30 ل8:30 صارت 9:30، وبعدين صارت من 4 للـ7 كمان بيوقفوا الشاحنات. هذا الشيء بيضر بالشاحنات كتير وبيصير بدنا نتكبد مصاريف أكثر. في جدرة كان المشهد أكثر تصعيدا، تجمع عدد أكبر من أصحاب الشاحنات وقطعوا الطريق باتجاه بيروت، ما أدى إلى زحمة سير خانقة على المسلك الشرقي من الأوتوستراد. لأنه الشباب عم ينزلوا على بيروت، عم يعملوا نقلة وحدة بالنهار، ما عم بيلحقوا الدوام، عم بيطيروا على الطريق. كاميونات البور مسموح لها تمشي بعد الظهر، ليش غير كاميونات ممنوع؟ جاد العرب مسموح له، ليش غير كاميونات ممنوع؟ كل العالم يا القانون على العالم كله، يا يوقفوا العالم كله، وظبط وحجز وكلها كل اعذار الكاميون، والكاميون مرهون للبنك، اذا ما دفع مصاري بده يحجزوا له اياه. وفيما تجمع عدد اقل من الشاحنات في صوفر، تم تعليق الاعتصام بعد ان حدد وزير الداخليه والبلديات مروان شربل موعدا للاجتماع مع نقابه اصحاب الشاحنات للبحث في مطالبهم. راح نشوف شو الإمكانية اللي بنتعاون نحن وياكم فيها، وشو اللي ممكن إنه نحن نوصل لإله لحتى يكون مثل ما قلت لكم الهدف الأساس هو المواطن اللبناني. يمكن يكون خيك، يمكن يكون بيك، يمكن يكون ابنك رايح على الجامعة أو واصل على شغله مش عم بيقدر يوصل على الشغل. وردا على سؤال ما إذا كان سيجري تعديل دوام سير الشاحنات، قال شربل: سندرس الموضوع وإذا وجدته محقين فلما لا.